قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج إن الكويت تتطلع لمزيد من التعاون التجاري والصناعي مع مصر في مجالات التجارة والصناعة، مؤكدا أهمية استثمار إمكانات وثروات البلدين. وأضاف المدعج خلال مراسم توقيع اتفاقية التعاون التجاري والصناعي مع نظيره وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر منير عبد النور إن اتفاق التعاون ومذكرة التفاهم في مجال تبادل المعارض التجارية والصناعية يعطي دلالة واضحة ورغبة صادقة في تقوية العلاقات بين البلدين وفتح قنوات جديدة لزيادة التبادل التجاري والصناعي، مشددا على حاجة التبادل بين البلدين لمزيد من الجهود المشتركة. لتلبية دعوتنا لزيارة بلدكم الثاني الكويت، وذلك التوقيع على اتفاق التعاون التجاري والصناعي بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية مصر العربية الشقيقة، وكذلك التوقيع على مذكرة التفاهم في مجال المعارض يعطي دلالة واضحة ورغبة صادقة على التعاون البناء والمتبادل الذي بدوره يفتح غنوات جديدة لتقوية العلاقات التجارية والصناعية بين البلدين الشقيقين. كما أن هذا الاتفاق سيكون لبنة وانطلاقة في تاريخ العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية بيننا لدفعها إلى المستوى الذي يلبي طموحاتنا المشتركة، مع وجود جميع مقومات التعاون في المجال التجاري والصناعي بين البلدين، والذي من شأنه أن يفتح آفاقا واسعة من التعاون المشترك ويعطي فرصا كبيرة لتطوير تلك العلاقات إلى الارتقاء في مستوى الطموحات الكبيرة التي ينشدها بلدينا.